عايز اقول لك كمان ان باتريس كالتيرون عمل محاضره فنيه قبل مران اليوم. ده الطبيعي وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي عموما، في مدربين بيحبوا يعملوا محاضرات فنيه قبل المباراه، خصوصا قبل التمرين كمان، بيشرح فيها بعض العناصر او بعض النقاط الفنيه للتدريب، والتدريب بقى شكله ازاي والدنيا شكله ازاي وهنعمل ايه في التمرين علشان الدنيا تبقى كل اللعيبه نازله الملعب وعارفه هي تعمل ايه بالظبط ويطلع التمرين بالهدف اللي هو عايزه. عشان كده باتريس كالتيرون عمل محاضره فنيه قبل المران للتاكيد على النواحي الفنيه والخططيه الخاصه بمباراه الاهلي وتاونشيب. ايضا طاقم تحكيم مباراه الاهلي وتاونشيب يصل بتسوانا اليوم، طاقم التحكيم كيني بقيادة أومونيو يصل للعاصمة البتسوانية جبروني اليوم الأربعاء لإدارة مباراة الأهلي وتاون شيب. أيضا بيصل منسق المباراة النهاردة زي ما قالوا مسؤول تاون شيب النهاردة إن شاء الله مراقب المباراة يصل غدا بإذن الله. محمد يوسف بيقول قادرون على العودة للقاهرة بالثلاث نقاط. أكيد أكيد يعني إن شاء الله يوسف كل التوفيق ليكو في هذه المباراة الهامة جدا. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال الكرة أكد أن لاعبي الأهلي لديهم تركيز تام وإصرار شديد على تقديم عرض داونشيب يوسف كمان أكد أن هم عارفين الفريق البتسواني كويس قوي وعارفين نقاط القوة ونقاط الضعف، زي ما قال محمد سعيد أن باتريس كالتيرون بيجرب حاجة كده، بس أعتقد أن الموضوع ده يعني اعتقد ان هو مش اكيد، لان مش هيحفظ لعيبه الاهلي قبل المباراه بثلاث ايام حاجه جديده. اعتقد ان هو شكل يعني زي تمويه كده للناس يعرفوا ان هو ممكن يلعب بليبرو، يلعب بلعيب متقدم قدام اثنين مساكين، يعني بيغير الطريقه بتاعته. لكن اعتقد ان احنا نلعب بالطريقه المعتاده 4-2-3-1 مش زي ما كان بيحصل النهارده في التمرين.